السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية قلوبنا مع أخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم يا رب العالمين وينصرهم ويجعل كيد المعتدين ومنع عوانهم في نحورهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويشتت شملهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعل تدبيرهم تدميرهم، امين يا رب العالمين. عايز اوجه تحيه للمنتخب الجزائري، وبصراحه الجزائر من اول وهله والبيانات اللي طلعت من الجزائر داعمه وفي اتجاه واحد واضحه وصريحه، يعني كنت اتكلمت ان ممكن ما يلعبوش، في كلام اخبار تم تداولها لم نتاكد من صحه الكلام ده، قلت لحضراتكم من ثلاث ايام يعني انه ممكن ما يلعبوش، لكن هيلعبوا مباراه الجزائر حتى هذه اللحظه مش اي حاجه يعني. لكن هم لعبوا مباراه وديه مع الراس الاخضر، كسبوا فيها 5. الراس الاخضر اللي وقعت مع مصر والاخ روي فيتوريا بيقول لك المجموعه بتاعتنا صعبه يعني، وهنيجي دلوقتي للمجموعات كلها. لكن بصراحة دعمهم واضح للقضية الفلسطينية، منتخب الجزائر الدخول بالكوفية الفلسطينية في مظهر واضح وصريح لا يقبل اللبس ولا أي شيء يعني، فتحية ليهم يعني، عكس اللي شفناه في الإمارات مع منتخب مصر وزامبيا، لا علم فلسطين ولا هتاف لفلسطين ولا أي شيء خالص يعني. ربما محمد عبد المنعم، انا ما شفتش المباراه بصراحه، والله نفسي ما جايبان اشوف المباراه يعني، يمكن شفت في بعض اللقطات كده، مش على السوشيال ميديا، الهدف بتاع حمدي فتحي يعني، لكن كل الكلام على السوشيال ما فيش اي مظاهر خالص دعم في للاخوه الفلسطين في ملعب سلطعون ابن مش عارف زايد ولا مش عارف اسمه ايه يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في الأول في الآخر ربنا معاهم، معاك ربنا، مين اللي يكون زي ما قال عمر المختار المجاهد الليبي أسد الصحراء، لما قال لك شيخ، قال لك إنه قالوا له إيطاليا جايبين طيارات يعني، قال الطيارات دي بتحلق فوق العرش ولا تحت العرش؟ قال لهم تحت، قالوا تحت العرش يعني، خلاص بقى، فما بالك اللي فوق العرش معانا، أنت عايز إيه تاني يعني؟ ربنا كريم باذن رب العالمين. للاسف شديد الاعلام الغربي سواء المشاهير المطربين الممثلين ولهم اهميه، انا زي ما قلت لحضرتك هم مش ابطال وما تاخدهمش ليك قدوه ولا ابطال ولا كلام فارغ من ده، لعيبه الكره الممثلين والكلام ده كله، الا اذا لقيت واحد مثلا وجهه نظر زي ابو تريكه، اخلاق الخطيب ممكن تتخذه في اخلاقه، لكن سيبنا من قصص الابطال اللي من ورق في ناس تانية يعني. وهنيجي لموقف النني برضه، لكن نشوف ممثلين ومطربين اجانب بيدعموا بشكل واضح الكيان الصهيوني ويحطوا صور لغزه ويقول لك شوف عملوا ايه المقاومه في الكيان الصهيوني، لما الناس تفضحهم بدل ما يدعموا الصور الصور اللي بيستشهدوا بيها دي ويكونوا مع الضحيه ومع المجني عليه ومع اللي اتسرق حقه، بيقول لك بيرجعوا يقول لك بقى لا احنا عايزين السلام هنا وهنا. يا اخي ما انت كنت واضح هنا ومايل لميولك واضح، انت ما بتدافع عن الكيان بسبب صوره واللي انت شفته المشاهد، لما المشاهد اتضح الفكره هنا كره تاني اللي منتظر دعم من امريكا او من اوروبا لفلسطين عبيط عبيط ومش فاهم الدنيا ولا فاهم التاريخ ولا ربنا سبحانه وتعالى، هي دي سنه خلاص حكمة ربنا سبحانه وتعالى كله يتوجه عشان الأيام قربت بإذن ربنا، ربنا كريم، بس الشرط زي ما ربنا قال عبادا لنا أن نكون عباد رب العالمين على حق يعني. تحية برضه للنني، النني اتخذ موقف رغم إنه ما كتبش وما اتكلمش، بمجرد إنه غير صورته. زينشينكو لاعب أرسنال برضه كان دعم الكيان اللاعب الأوكراني، فدنيا أجبره الاتحاد الانجليزي انه يحترم الطرفين، وده موقف يحسب لمحمد النني، واتكلم عنه قناه البي بي سي وحسابات بتاع البي بي سي قالت محمد النني وذكروا الحالتين تحديدا. فالاسم والشعبيه على الرغم ان محمد النني عنده جماهيريه مش زي عند البعض من لعيبه الكوره يعني، لكن مش كل الناس، ها في ناس كتير وناس
مش كل الناس تقدر تسجل أهداف كتيرة زي بالظبط، مش كل الناس اللي تقدر تسجل مواقف مهمة، لكن المواقف أهم من الأهداف، المواقف هي اللي باقية التاريخ، وده شهادة ليك قدام رب العالمين. يعني بعض أضاع الفرص وخلاص قصة انتهت. أنا مع احترامي لكل اللي بيتكلم دلوقتي عن القضية الفلسطينية والدعم، تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، لكن اللي سبق هو له الأفضلية وله التحية والتفنني. أتمنى أن الدعم، لأنه كان اتحارب جمعيات الصهيونية في إنجلترا وكانت ضربوه وكلموا عنه كمثل، يعني أنه هو لا ده ضد اللي مش عارف إيه وبيدعم بشكل واضح إيه، وعرف الإعلام والغرب تاني كانوا طلبوا، بعض الإخوة طلبوا يعملوا مظاهرة في فرنسا، فرنسا رفضت وجابوا بقى اللي هي الرش المية وبتاع عشان يمشوهم. ها لكن لو في الناحية التانية كانوا يدوهم مفيش أي مشكلة. إلى الجانب الآخر، الدول الأوروبية اللي بقى حقوق الإنسان والحريات اللي جاي يدعم فلسطين بيعتد عليهم وبيضربوهم في ألمانيا وغيرهم تاني، هم اللي أنشأوا هذا الكيان، فبالتالي هيدافعوا عنه باستماتة لما لاقوه، كانوا موجودين في كل مكان. الكيان ده كان موجود في أوروبا ومنتشر، وراهم الويلات من الفتن والتوقيع، فارجعوا فين تاني؟ ارجعوا فين تاني؟ للأسف الشديد، وأنا بعتذر للناس مقدما عن إن لو ظهر قدامك أي حاجة تخص دعم الكيان الصهيوني أقسم بالله من مسؤوليتي. والله أنا بقالي فترة حالتي النفسية زفت بصراحة، يعني بقول لك والله ما اتفرجت على ماتش مصر وزمبيا، ما اتفرجتش، مش في حاجات بقالي 3-4 أيام كده الواحد مش قادر، يعني نفسيا فسامح، مش بإيدي والله ما بإيدي. يعني في ممكن بيقول لك اللي انا قراته وفهمته، بيقول لك ان الكيان الصهيوني ده بدا يدفع لليوتيوب علشان يظهر في الاعلانات مقاطع كاذبه ومفبركه، بيقول لك انهم بيستهدفوا اطفال الكيان ده. فانا مش عارف اعمل ايه، فانا سامحوني لو في حد قدامه ظهر الكلام ده، وما اعتقدش ممكن يجوا قدامنا في قناه انا او غيره من الناس اللي ممكن يعملوا حاجه زي، لكن العالم دي عالم قذره ممكن يعملوا كل حاجه. يعني سامحونا وانا بعتذر، زي ما كنا معشمين في محمد صلاح، مش عاملين محمد صلاح ان يقول كلمه في على حسابه او يسجل موقف في مبا بعيدا عن انجلترا في 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 الامارات، لكن لا سجل ولا اتكلم ولا غنى ولا قال حاجه ولا كلام الفاضي ده. في فرنسا بينتقدوا كيليان امبابي اللي ملوش علاقه بالكيان الصهيوني، مش اي علاقه بالكيان الصهيوني. المفروض فرنسا يعني احد السياسيين هناك بينتقد، وانت عندك شعبيه وشعبيتك بالملايين على السوشيال ميديا ممكن تغرد لصالح القضيه ولا الكيان الصهيوني، فكلهم يمشوا وراك زي الغنم وزي المعيز، والناس بتزعل مننا لما بنقول محمد صلاح، ما بنكرهش محمد صلاح، لكن اهميتك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا دايما بقول اذا كان في يعني 100 واحد بيشوفوني، وقول ده كرم من عند رب العالمين انه يعني اداني فرصه ان يبقى لك ناس ممكن تسمعك وتسمع وجهه نظرك. فاذا ما كنتش انت يعني تؤثر فيهم في 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 الحق، واذا ما كانش ليك دور او في وقت معين انت ما تتكلمش، فانت بتفقد الميزه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، او ممكن في يوم من الايام يتم سلبها منك. ما هو مديها لك لحكمه، هو مديها لك لحكمه، مش مديها لك عشان انت بس تقعد تنظر على الناس وتقعد تتكلم عن الناس وتقعد تهاجم الناس وتقعد تشتم الناس وتقعد بس تاخد ناس تسقف لك. التسقيف ده مش من كل حاجه، ربنا اداك فرصه ان انت تكون مؤثر وتاخد عليها ثواب كبير وحسنات، انت بتضيع خلاص، ممكن تتسلب منك. دايما الواحد بيدعي اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين. الاتحاد الافريقي جاب نمبر 2 الممثل محمد رمضان، وده برضه من الناس اللي كانت صور في الامارات مع احد الصهاينه يعني، وطلع بعدها اعتذر وما اعرفش وبتاع، في عز القرف اللي رايح يغني ونمبر 1 ويرقص مع الناس دي، بترقص على ايه وبتغني على ايه؟ والناس لكن كل واحد حر، يعني ربنا حاسبنا كلنا. النادي الاهلي للاسف شديد زي ما تابعته بالامس خسر كمان المركز الثالث في البطوله العربيه، خسر الميداليه البرونزيه، ولا في مشكله في كره السله في النادي الاهلي، وبكل التاكيد
مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي والكابتن محمود الخطيب قادرين بفضل رب العالمين انهم يحلوا هذه الازمات. الاتحاد الافريقي بيعلن ان الاتحاد السعودي لكره القدم راعي رئيسي للنسخه او السعوديه راعي للنسخه الاولى من بطوله دوري السوبر الافريقي. الكلام ده قلناه من فتره طويله من وقت ما قالوا الرعاه والناس اللي هترعى، وقلت ان السعوديه عاوزه تجتذب الاتحاد الافريقي او تجذب الاتحاد الافريقي عشان التصويت في كاس العالم. يعني كل التوفيق للسعوديه وكل التوفيق للاهلي في بطوله السوبر. يعني الاهلي اعلن عن تعيين محمد شوقي نائب رئيس قطاع الناشئين او نائب المدير الفني، مش نائب رئيس قطاع الناشئين، لا رئيس قطاع الناشئين هو اي وليد سليمان، لكن محمد شوقي نائب المدير الفني لقطاع الناشئين اللي هو كابتن بدر رجب. يعني وانا شوف محمد شوقي مدرب قادم، وانا وجهه نظري ان تعيين محمد شوقي مش بس للقطاع، الكابتن محمود الخطيب باصص على ان شوقي ممكن يكون له دور في الفريق الاول، ممكن نشوفه السنه الجايه، ومحمد شوقي عايز يشتغل كمدرب. يعني محمد شوقي كان مرشح لمنتخب 2005 منتخبات يعني السنيه المختلفه الاعمار للناشئين في منتخب مصر، واشتغل مع كارلوس كيروش مع الكابتن ضياء السيد في منتخب مصر زي ما انتم عارفين. فانا اعتقد هذا التمهيد لاحلال وتجديد واستواء مكان الكابتن سامي قمصان مع النادي الاهلي، ممكن مع الموسم المقبل نشوف محمد شوقي مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. بالنسبه ايضا قلت ان خالد عبد القادر اصبح موجود في اداره التعاقدات والتسويق مع امير توفيق، وقلت خطوه مهمه وكانت مطلوبه وكلنا انتقدنا امير، لكن يبدو انها ممكن تتعمل لجنه مش بس خالد عبد القادر هو اللي هيكون عنصر جديد في لجنه التعاقدات او في قسم التعاقدات والتسويق بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن يتم نشوف اليومين اللي جايين حد تاني ينضم اليهم ويبقى على شكل لجنه التعاقدات. وطبعا خالد عبد القادر عضو شركه النادي الاهلي لكره القدم، وامير توفيق حد هذه اللحظه هو لجانب التعاقدات والتسويق هو المدير التنفيذي لشركه النادي الاهلي لكره القدم. كارل مارسيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي قرر انه يمد اجازه لاعبي النادي الاهلي لمده 24 ساعه، اللعيبه المفروض كانوا يرجعوا يوم السبت تدريباتهم، لكن هو فضل انه ياخدوا اجازه كمان لمده 24 ساعه ويرجعوا للتدريبات يوم الحد المقبل. كنت قلت لحضراتكم ان مارسيل كولر والجهاز الفني للنادي الاهلي هيسافروا لبلدانهم يقضوا الاجازه، اجازه طويله 5-6 ايام، لكن يبدو ان مارسيل كولر فضل يروح الجونه ويريح اعصابه، فالجهاز الفني كله سافر باستثناء مارسيل كولر موجود حاليا في الجونه. طبيب النادي الاهلي الاسبق الدكتور احمد ابو عبد، انتوا عارفين كان النادي الاهلي وجه له الشكر، وبعد ما تم توجيه الشكر اشتغل في نادي فيوتشر، والاهلي جاب الدكتور تامر ابو العينين، وبعد كده تامر ابو العينين ما كملش 15 20 يوم ومشي، وشفنا كلنا الطريقه اللي هو طلع واتكلم في الاعلام، وبعد كده نافى قال انا ما تصرحش باي شيء. والاهلي صعد طبيب الناشئين قطاع الناشئين الدكتور احمد جبل. فاليوم نادي فيوتشر او امس يعني مساء نادي فيوتشر في الساعات الجايه من صباح اليوم يعني فيوتشر اعلن رسميا استقاله الدكتور احمد ابو عبله من منصبه. هل ممكن نشوف الدكتور احمد ابو عبله مره اخرى في النادي الاهلي مكان الدكتور احمد جاب الله؟ سنرى. وفي حاله حدوث هذا مش مشيته في ايه وهيرجع في ايه، لكن ننتظر الاول عودته وبعد كده نتكلم جاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه. طبعا قرعه كاس افريقيا اللي هتكون في كوديفوار المجموعه الاولى، المجموعات بتاعت افريقيا كوديفوار المجموعه الاولى نيجيريا كوديفوار ونيجيريا، خد بالك عشان الاخ روي بيتوريا بيقول لك مجموعتنا صعبه. صعبه ايه؟ اهدى يا عم، امال انت جاي تعمل ايه صعب؟ عشان بس غانا صعبه؟ بقول لك كاب فيردي او رأس مغلوبه 5 من الجزاء. المجموعه الاولى كوتيفوار نيجيريا غينيا الاستوائيه غينيا بيساو، المجموعه الثانيه مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق. صعبه صعبه جدا، انتوا ناس مأفورين. المجموعه الثالثه السنغال والكاميرون، كل ما هو لا الان اي مجموعه تلاقي فيها فرقتين، المجموع التصنيف الاول والثاني ما صعبه. السنغال الكاميرون غينيا جامبيا، المجموعه الرابعه الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا انجولا. طب المجموعه بقى الخامسه بتاعت تونس ومالي وجنوب افريقيا، يعني بالنسبه لهم ضرب نار،
وما لو انت وقعت في المجموعه دي هتعمل ايه يا رؤيا فيتوريا؟ المجموعه السته المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. فتاني الافتتاح بتاع بطوله دوري السوبر زي ما قلت لحضراتكم يوم 20 الساعه 5:30، المباراه الساعه 6 يوم 20 من الشهر الجاري، اول مباريات النادي الاهلي في دوري السوبر الافريقي. هيحضر طبعا بما ان دوري السوبر ده تجربه للدوري السوبر الاوروبي اللي اترفض. وبالمناسبه الاتحاد الاوروبي القذر لكره القدم بيعلن دعمه للكيان السوبر، لكن انفانتينو هيكون حاضر بقوه، موجود، هيكون موجود في المباراه الافتتاحيه لدوري السوبر. كل التوفيق للنادي الاهلي ودعواتكم اخواننا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويمدهم بمدد من عنده وبنود من عنده ويسدد رميهم، اللهم امين يا رب العالمين. انتقم من الصهاينه، اللهم امين. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.